احنا صراحه السجون بالعراق ما بها اي حقوق انسان، ومع كل الاسف اكو دعاوي كيديه وناس انظلمت بها، فانا متاكد 50 60% ناس مظلومه. فياريت يعني الدوله، الحكومه، رئاسه الجمهوريه، البرلمان يسوون قانون يعفون الناس الابرياء على الاقل. يعني هسه اقل مشكله عند الناس يروح يسوي له دعوه كيديه يرتبها، يذب بالمقابل بالسجن ويتجرجر وياكل له فتره طويله تضيع من حياته. وهي هاي القضيه، احنا نطالب البرلمان، نطالب رئاسه الجمهوريه، نطالب الحكومه، وزاره العدل يعفون عن الناس الابرياء، لان اكو ناس ابرياء صراحه جاي توقع بالسجون. خلاف سياسي كبير يدفع ثمن السجناء اللي قسم منهم ابرياء يمكن، قسم منهم يحتاج الى اعاده محاكمه، قسم ثالث يمكن حدث اصلاح لهم داخل السجن. تعرف انه السجن اليوم هو اصلاح اكثر ما هو عقوبه، يعني البعض مثلا اللي حكم 10 سنوات 15 سنه ممكن خلال سنتين ثلاث سنوات عرف خطأ واصلح نفسه، اصلح من وضعه، اخلاقياته، سجله في سجن، يستحق انه يعطى فرصه اخرى ويندمج بالمجتمع ويعود الى حياته الطبيعيه، لكن الخلافات السياسيه هي اللي تمنع هذا اقرار هذا القانون. حياكم الله. ماذا يحصل خلف الأسوار؟ سؤال رافق واقع السجون في العراق. أعداد الزنزانات لا تناسب عدد النزلاء، ابتزاز ورشاوة، صورة مشوهة للغاية للتعذيب، وأخرى ملمعة بخدمات VIP، شبهات بتعاطي المخدرات وتفشي لحالات الفساد الأخلاقي، أحكام تصل حتى الإعدام ولكن بدون تنفيذ، وأخرى يحصل فيها المتهم على حكمين لنفس التهمة. ملفات تغوص في أعماق الفساد وفي صدارتها إطعام النزلاء عبر شركات يرعاها النفوذ السياسي. ملفات تتشابك فيها المصائب ولا تكتشفها الجهات المعنية سواء من العدل أو المنظمات الإنسانية. فكل شيء على أتم الأحوال في لحظة الزيارات التفقدية، وما إن تنتهي يذهب معها كل الاهتمام أدراج الرياح. فهل سيصلح المسؤول ما أفسدته منظومات الفساد؟ أم أن الأول خاضع للتغيير إذا حاول المساس بالثاني؟ هذا اليوم ستكون عن واقع السجون العراقية وما يجري خلف الأسوار، وراح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. كوارث تغزو السجون العراقية مع ارتفاع نسبة اكتظاظها إلى 300%، يرى مواطنون من الضروري إجراء مراجعة شاملة لملف السجناء، مؤكدين أن تشريع قانون العفو العام كفيل بإفراغ السجون، لا سيما أن الاكتظاظ ناتج عن الكثير من الدعاوي الكيدية والتبليغات المخبر السرية التي قد تكون غير دقيقة. السجناء هواي هواي تكدس، أولا هذا كلفة على الدولة نفسها من ناحية الطعام، من ناحية الزخم البي، واكو موضوع كلش مهم، اذا السجين يعني انت من تلزمه تخليه بالسجن، اذا هو بريء هذا راح تخلق بداخله في شيء عدواني، من راح يخرج للمجتمع ما راح يكون انسان مسالم مسالم مثل طبيعه المجتمع، لا راح يخلق فشيء عدواني بداخله، يجوز ينتقم، يجوز هو اذا هو بريء راح يصير عدواني اكثر واكثر. احنا ما نسوي اصلاح بالسجون، لا نسوي عدوان بالسجون.
يقع الكثير من الأبرياء ضحية التوقيف والمساءلة القانونية لمجرد تشابه أسمائهم مع آخرين مطلوبين عن قضايا إجرامية، ناهيك عن مئات حالات التعذيب وثقت لدى لجنة حقوق الإنسان من خلال نزع الاعترافات يجعل الشخص البريء يعترف بأشياء لم يقم بها. واحد مسجون رايح يعني مو مسجون، هو رايح يجي رايح لأربيل، وبالسيطرة مال أربيل كاظينه، بالسيطرة مال أربيل كاظينه، من كاظينه تشابه أسامي شنو محكوم سنة هذا السجين، من محكوم سنة هذا السجين يعني طالع مكمل شلون محكوميته، مكمل محكوميته، فما أدري شلون يعني داخل السجن مالته ما أدري شلون لافين عليه دعوة أو فارين عليه دعوة مثل ما يقولون بلا هذا مالته، ومحكوم راجعين حاكمينه 7 سنوات، تقصير بالتحقيقات، تقصير باللجان الموجودة، قاعد يصير اكو ناس يعني وصلت مراحل يعني هي قامت تعترف على شيء ما مسويته. رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها لم يمنع بعض المتورطين من إدخال المخدرات والهواتف النقالة في السجون التي يصل سعر الهاتف الواحد إلى 3 ملايين دينار والرصيد ب7 أضعاف سعره الحقيقي. هذا على مستوى مثلا ناس كبارية بالدولة، مثل مدير عام، رئيس سجن مثلا، يعني ناس كبارية بالدولة من واحد لواحد دا يوصلون هاي الموبايلات ودا يوصلون هاي المخدرات، مو أي واحد يجي عادي يطبب مخدرات يطبب موبايلات للسجن يطبب، أكو شغلة كلها صارت بفلوس ابن عمي، يعني اليوم أنت عندك فلوس أنت أمورك ماشية. تضم 3 أضعاف طاقتها الاستيعابية، كيف سيتمكن العراق من فك التكدس بالسجون بعد تفاقم أعدادهم إلى 70,000 شخص؟ من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. أرحب بضيوفي في حلقة اليوم، الخبير في مجال مكافحة الفساد الأستاذ سعيد ياسين، حياك الله. أهلاً وسهلاً. كل الترحيب أيضاً بالمحامية شيرين زنقرة، حياك الله. أهلاً وسهلاً بحضرتك. كما أرحب بعضو المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان الأستاذ عمر عبد اللطيف، حياك الله أستاذ عمر. أهلاً وسهلاً زميلتي. أهلاً وسهلاً بك وضيوفك الكرام. أبدأ معك أستاذ سعيد، حجم الفساد في السجون العراقية، هل لك أن تضعنا في الصورة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، عظم لكم الأجر إن شاء الله. عظم الله لك. تحية لك سيدتي فرح ولسيدة شيرين ولأخي وصديقي أستاذ عمر. الحقيقة هذا الملف يعني ليس بجديد، هنالك تحليل بيئة دقيق يعني منذ سنوات ومحل متابعة. تحليل البيئة يتضمن أولا بيئة السجون وتفريقها عن المواقف، لأن المواقف هي إيداع لدى وزارة الداخلية. نعم. مراكز الشرطة والسجون بأصنافها، يعني الإصلاحية، الأحداث، سجن النساء وما شابه، بالإضافة إلى الأحكام الثقيلة هذه ضمن عهدة وزارة العدل. اللي عهدة وزارة الداخلية معروفة توصل إلى حد تهريب السجناء وتسريبهم، وآخر شيء يعني ليس ببعيد أحمد شايع وقبله رئيس الوقف السني وما شابه وما آلت عليه. عموماً احنا نحكي على السجون اللي بعهدة وزارة العدل. أي. ابتداء هو مؤشر يعني حتى لدى الحكومة بأن هناك اكتظاظ وهنالك تسليم بالأمر، بأن هنالك مخدرات، تهريب مخدرات بالإضافة إلى الهاتف، بالإضافة في السجون يعني أصبح مرتع للتدريب على الإرهاب وعلى التهريب، خصوصا في السجون باختلاط السجناء. طيب. من الأحكام الثقيلة لأغراض الإرهاب، هذا الجانب. الجانب الآخر هي من نقول مخدرات بمعنى هنالك مافيا تتعامل بها أو مجموعة اللي تشرف على هذا واحد أو اثنين، بس إحنا عندنا أمامنا مؤسسة اسمها وزارة العدل واسمها إدارة السجن، ما نعرف فلان وفلان، إحنا كمواطنين لأنه ما نحكي بالتفاصيل. بمعنى من يهرب المخدرات إلى داخل السجن وبالنتيجة لهم عائدات مالية، وهذه العائدات مالية راح يتم غسلها، من يصير غسلها يصير تهريبها.
وتتوزع على هذه المافيا. الجانب الآخر أشاره المواطنين حقيقة وكانت ملاحظات ذكية هي مسألة الهواتف. مسألة الهواتف أيضا أكو من الشرائح مات الهواتف سيم كارد بالإضافة للتليفونات أيضا هذه ليست بالمجان. وهذه بالنتيجة بمعنى إدارة هذا السجن احنا الانطباع احنا نحكي أي. إدارة هذا السجن نعم. عليهم مؤشر فساد باستغلال حتى المادة باستغلال النفوذ الوظيفي. هي هذه النقطة اللي تشتريتها أكو فساد باستغلال النفوذ الوظيفي وهذا ما أتوجه به للستشيرين. ستشيرين بداية قبل ما أدخل بتفاصيل حلقة اليوم أرد أسألش كمحامين شلون تدخلون للسجون؟ ماكو تفتيش ماكو رقابة أكيد أكو إجراءات مشددة تتعرضون لها. هي هاي بصراحة موضوع السجن والدخول إلى السجون من مواضيع بصراحة العقيمة اللي ما دنا نلقى لها حل لأن أكثر من مرة ناشدنا كمحامين كذلك المواطن يعني الأستاذ المحترم ما يخفى عليه ولا يخفى عليكم الدخول للسجن يعني من أصعب الأمور سواء كنت محامي أو مواطن يعني اعتيادي من دخولك للسجن حد وصولك يعني بعض السجون توصل لمسافة من 5 إلى 7 كيلومتر الحين دخولك بين نقطة التفتيش الأولى الحين دخولك إلى السجن من تفتيش حتى محفظة النقود حتى المجوهرات اللي أنت لابسهن لازم يكونون على اطلاع عليها طبعا مبدئيا يقول لك للمحامي أو المحامية أنه لازم يتفتش كل شيء يعني شنو اللي أنت يمك حتى الورقة شنو المكتوبة يتفتش يعني المفروض على هذا الانضباط اللي نشوفه بالتفتيش المفروض يعني ماكو هذا الفساد الداخلي اللي نشوفه. كيف نسبة الانضباط تقيميها عندما تدخلين إلى السجن؟ يعني أنا أشوفها صورية فقط يعني ما أتوقع لأنه إذا أكو انضباط ماكو معناته فساد بداخل السجون. راح أجيك على هذه النقطة لكن هسه كمحامي طبيت وقيمت الإجراءات. أنا أعتبره تعذيب هذا مو انضباط يعني تعذيب يعني أنت المحامي يطب ساعة 9 الصبح حتى يشوف موكل يأخذ من عنده مجرد بصمة وتوقيع للوكالة يطلع بالـ4 العصر. ما عنده تليفون وما عنده أي تواصل ويا أهله ولا يعني إحنا اللي مسجونين على هالسالفة يعني إحنا المعتقلين بصراحة مو الله يساعد الأهالي اللي يطبون الأولادهم يعني حتى سيارة ما موفري لك إنه من تدخل من نقطة التفتيش الأولى للسجن ماكو فد سيارة يعني توصلك تقضيها مشي أو السيارات العسكرية يعني إذا رادوا يساعدوك الله يبارك بيهم حتى يوصلوك للجنس الشيرين هذه على ناس وعلى ناس التفتيش؟ لا هذا التفتيش على الكل قلت المحامي هيج زي يتعذب فالله يساعد الأهالي النزلاء والسجناء يعني كمحامين وكأهالي نزلاء نفس التعامل نعم. إذا أستاذ عمر سمعت ما تفضل به ضيوف الكرام يعني هسه أكو وصفته سشيرين بالتعذيب بس هذا مو تفتيش ولا هذا نظام صارم ووصف أستاذ سعيد أنه أكو مخدرات وأكو بلطجة وأكو انحراف وأكو فساد و شنو هالتناقض هذا ممكن توضح لي؟ شكرا جزيلا زميلتي العزيزة استفراح وعلى الأساتذة الأستاذ سعيد والست المحامية شيرين وشكرا لما تفضلوا به وتحدثوا به عن واقع السجون المرير في العراق. لدينا في العراق هنالك نحو 80,000 سجين موجود يعانون الكثير من المشاكل، مشاكل تشميس، مشاكل في الإطعام كما قال الأستاذ سعيد، هذه كلها مشاكل تواجه السجون العراقية. سجون لا نعلم هنالك الكثير من الخفايا في السجون، ما حصل قبل شهر في أحد البرامج التلفزيونية عندما اتصل باثنين من الزملاء في إحدى القنوات يتحدث معهم تاجر مخدرات من داخل السجن. هذه يجب أن تكون هنالك لجنة تحقيقية، يجب أن يوضع حد لمثل هذه. وهنالك اعترافات من قبل وزير العدل ومسؤولين في وزارة العدل عن وجود غرف فارهة موجودة وكأنه السجين في فندق 5 نجوم. كل هذه الأعمال تسجل خفايا وخبايا في السجون العراقية، ناهيك عن الإذلال الذي يعاني منه الأهالي أثناء زياراتهم وقلة الزيارات الموجودة لهذه السجون. سجون داخلها الكثير من الألغاز وعلامات الاستفهام. نعم، شنو الألغاز وشنو علامات الاستفهام؟ وقبل الأهالي أهالي النزلاء خلي نحكي عن واقع النزلاء. يعني أنتم كجهات متخصصة بحقوق الإنسان لا تتابعون هذا الملف؟ زين ما تطلعون عليه؟ شنو الموضوع؟ طبعا الست شيرين تفضلت أنه هي هنالك صعوبة للمحامين، فكيف بمنظمات المجتمع المدني اللي مثل المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان دخول هذه السجون؟ السجون لا يسمح بدخولها لأي أحد.
هنالك نواب منعوا من دخول السجون، نائب على مستوى نائب، جهة الأعلى، الجهة الأعلى في العراق، الجهة التشريعية في العراق يمنع من دخول السجون لمراقبتها ومشاهدة كيف يعاني السجناء. هنالك يجب أن يكون أيضا عزل للسجناء، لا يجب أن يكون هنالك خلط بين الإرهابي والسجين بتهمة المخدرات والقتل وغيرها. كل هذه السجون هم محجوزين في سجن واحد، يجب أن يكون هنالك حد لهذا الموضوع، وأن تكون جميع السجون بعهدة وزارة العدل للوقوف على واقعها خلال المرحلة المقبلة. نعم أستاذ سعيد، إذن المشكلة مشخصة من قبل الجميع، شنو هذه الألغاز وشنو هذه الأسرار بالسجون العراقية؟ نعم، هو جانب الابتزاز واستغلال النفوذ الوظيفي، يعني حقيقة هذا الجانب. الجانب الآخر، أنا عندي علاقة جيدة مع شبكة العدالة، يعني شبكة منظمات غير حكومية، وهنالك التعاون مع وزارة العدل بهذا الباب، ولكن لحد الآن ما تمكنوا. صار كم سنة؟ يعني أكثر من 15 سنة لحد الآن ما تمكنوا بزيارة هذه السجون حتى يصدرون تقرير، يعني التقرير وبعلم الوزارة، بمعنى أن يكون من اللي يمنعهم؟ هي هاي سياسات الدولة. يفترض الآن، يعني بعد طرح استمعت إلى الأخ وزير العدل في الرؤية، عرض رؤية الإصلاح في السجون. طبعا احنا ما حكينا على مسألة الإطعام، لا لك الوقت، هذا ملف آخر، بس خاصة كرؤية وضع خطة لإصلاح يعني الخلل والاكتظاظ، وتقديم بعض الخدمات والتعليم والتدريب والتأهيل. حقيقة كنا ننتظر يعني خلال سنة الأولى من عمر الحكومة أن يصدر تقرير، يعني الآن أكثر من سنة ونص ننتظر، ما زلنا ننتظر إصدار تقرير عن التقدم المحرز في الوزارة في هذا المجال في قطاع السجون، حتى كمراقبين نخلي في القياس، في مسطرة قياس، نشوف مدى جودة الأداء. وهذه مهم جدا، لأن إحنا أصحاب مصلحة كمواطنين. أنا لست لا أفرح بسجن أي عراقي، ولكن عندما يسجن يفترض يعاد تأهيله حتى يعاد أن يكون مواطن صالح ويدمج في المجتمع. السجن هسه تحول من مؤسسة إصلاح إلى مؤسسة تعليم الإجرام. طبعا احنا نحكي على الهواء، لو أتحدث ببعض المعلومات، تعرفين أنا أشتغل مكافحة فساد، لو أتحدث ببعض المعلومات يعني خادشة، ولكن أملي بالإصلاح، لأنه الوزارة تعرف هذه المسألة. يعني إيش تقصد بالخادشة أستاذ؟ كثيرة، ولكن شنو؟ فساد أخلاقي؟ وكل شيء أكو، لأن طالما أكو مخدرات أكو فساد أخلاقي، طالما أكو مخدرات أكو يعني المهم. ولكن أملي كبير، أنا حتى ما أريد أكون سلبي، يعني أملي كبير بأن نستمع إلى تقرير من وزارة العدل والتقدم المحرز، وأتمنى أيضا التعاون مع شبكات حقوق الإنسان بما فيها المركز، يعني نعم، اللي يمثل حقوق الإنسان، نعم يمثل أستاذ عمر زين، أن يتاح لهم بالاطلاع ونشوف مدى التقدم اللي موجود. العملية ليست هكذا، يعني احنا عندما نقول كثيرة، ولكن جزء منها يأثر على سمعة السجن يعني، أو سمعة السجناء. أستاذ الله يخليك، أنت دا تقول كثيرة ودا تحكي لي بألغاز ربما لا أنا لا مو ألغاز، والآخرين ما يفهموها. أهل القطاع يعرفوها. ليش نوضح؟ أي أهل القطاع، أهل القطاع يعرفوها وأسرهم يعرفوها، ولكن اليوم الهدف نريد نوضح الحقيقة بلكي صوتنا يصل للجهات المعنية. لا أكيد سيصل، أكيد سيصل، وأنا على ثقة، وعلى ثقة يتابعون الآن. بعد إحنا نريد إصلاح هذا القطاع، قطاع السجون، لأن أكو هنالك مؤشرات سنوية تظهر على العراق في مجال حقوق الإنسان. طيب. أكيد سلبية. بعد إحنا أفضل من غيرنا. أفضل من غيرنا. ايه؟ لكننا لسنا بمستوى. لسنا نعم. ستشيرين هسه صارت عندنا صورتين، السجن مكان للتعذيب والابتزاز والفساد الأخلاقي وكل هذه الأمور، والسجن مكان VIP. حسب طبيعة الشخص وإمكانيته على الدفع،
حتى نكون صريحين يعني. زين. بالنسبة للأشخاص الاعتياديين فهي مؤسسة المفروض إصلاحية، لكنها يعني حسب اللي نشوفها هي مؤسسة انتقامية صراحة، يعني انتقام. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم المبالغ المادية ويقدرون يدفعون فهي سجون VIP ويعملون حتى أفضل من المحامي من يدخل لهم. شلون بالله؟ وضحي لي هذه النقطة. يعني غرف المحامين المتهمين اللي خلينا نقول VIP تتوفر بها كافة وسائل الراحة. اما بالنسبه لباقي السجناء الاعتياديين ولا يخفى على الاستاذ والاساتذه اللي ويانا المحترمين اكتظاظ، تعرفين يعني نسبه 300% اكتظاظ بالسجون. هاي الاكتظاظ شنو النتائج اللي خلفتها لنا؟ اولا امراض جلديه وعدوى، بالاضافه لارتفاع درجات الحراره، بالاضافه الى المشاكل اللي تصير بداخل السجون. يعني انت السجين ترى هم انسان، لو مهما يكون من خطا فاحنا لا. نرجع انه هو بشر وانسان، يعني مكان لنا وما له، يعني إذا يردون ينامون لازم بيناتهم يأخذوا مثل الشفتات، أوقات قسم تنام وقسم تبقى جالسة، لأنه ما يكفي السجن، ما يكفي لهذه الأعداد الهائلة. فمثل ما قلت لك بالنسبة للمجموعة هو مؤسسة انتقامية، وبالنسبة للأخرى لا والله مؤسسة ترفيهية أصلاً. هسه هذه الترفيهية شيء توفر عنده ترفيه؟ يعني تلفزيون كل ما يخطر ببالك، كل هذا انترنت وسبالت وأفضل تليفون وكل ما يخطر ببالك. والأكل شلون يوصل؟ متوفر VIP الأكل، من كأنه من مطعم خمس نجوم خلينا نقول. أما بالنسبة من يوصل للأكل حتى نفهم هذه النقطة؟ المتنفذين اللي يعملون، يعني احنا ترى عندنا فساد، اكو فساد جدا كبير، مو احنا مو كل شيء نقدر السجن يعني ما نقدر كل شيء، مو كل شيء ينعرض، بس اكو جهات تنفيذيه طبعا هي تتعامل على اساس الدفع، على اساس الدفع المال. انت حتى الأجهزة التليفون يبدي الاسعار مالته من اصغر تليفون من 500,000 يبدي، التليفونات العاديه يصعد يوصل ل 4 ملايين اذا بي وسائل التواصل الاجتماعي وتقدر تفتح كاميرا وتتواصل ويا اهلك. واكو انترنت بالسجن؟ اكو انترنت، نعم اكو انترنت، ويتواصلون ويقدرون يستخدمون الاجهزه. والدليل على هذا كلام استاذ عمر شفناه باحدى الحلقات، تاجر كبير مال مخدرات صعد ببرنامج على الهواء مباشره ويسولف ويحكي. إذا أستاذ عمر يعني الواقع مرير، هسه السجن صار على ناس وناس وما نعرف الحقيقة وين، يعني هسه حتى السجن ما صار مكان للإصلاح، صار مكان للفساد وللتخريب. شلون شلون راح تنحل هذه المعضلة؟ طبعا زميلتي العزيزة أكيد كنا نعرف أنه هنالك مقولة كانت السجن إصلاح وتأهيل، الآن انقلبت 180 درجة، الآن السجون غير المشكلة. الآن نريد نشوف أستاذ سعيد تحدث عن عملية إصلاح للسجون في عهد الوزير الحالي الآن موجود الدكتور خالد شواني، هنالك الكثير من الإجراءات التي تحدث بها كمسؤول ومسؤولين في الوزارة، هنالك 4 مدن إصلاحية يمكن بناء من خلال وزارة العدل، وزارة العدل أصلاً في محافظة البصرة والمثنى وأعتقد بالكوت وبالموصل، 4 مدن إصلاحية يتوفر فيها مراكز صحية ومراكز لل يعني ممكن أنه دون أن يخرج السجين من مكانه، هي مدن إصلاحية تسمى مدن إصلاحية، بدأ إنشائها في 4 محافظات هذه المدن، إضافة إلى قضية عزل السجناء عن بعضهم مثل ما قلت لجنابك الكريم، أنه الإرهابي عن تاجر المخدرات، عن القاتل، عن المحكوم وهكذا، يجب أن تكون عمر. نعم ما تتفضل به صحيح على أرض الواقع، لكن نعم. خليني نجي نفسر المشكلة، نجزئها. المشكلة أكو فساد في إدارة السجون. صحيح. يعني هسه حتى لو بنيت لك 4-5 مدن إصلاحية مو نانا المشكلة، المشكلة القائمين على هذه المدن سيعيدون هذه التجربة، لأنه أكو استفادة مالية على ما يبدو. صحيح زميلتي العزيزة، سبق وإن قلت لك أنه الوزير تحدث بحادثة عندما وجد إحدى الغرف VIP في إحدى السجناء، حاول أنه تغيير السجن، ولكن ما هو الضامن عندما يأتي المدير الجديد أن يكون نزيه وممكن أن يحقق كامل حقوق الإنسان في هذا السجن وغيرها؟ أكيد المدير الجديد هو يخلف المدير القديم في فساده وغيرها، هذه مشكلة كبيرة لا يمكن أن تحل بيوم أو يومين أو حتى دورة كاملة حكومية، يجب أن يكون هنالك يعني تتبع لهذه السلسلة، ويجب أن يكون هنالك استمرارية في متابعة واقع السجون للتخلص مما يحصل. هنالك تأخير في قضية إطلاق سراح من أكملوا محكوميتهم، وهذا التأخير أيضا عليه الكثير من علامات استفهام طبعا، لوجود عمليات دفع ومبالغ مالية تدفع وغيرها، هذه كلها عمليات إذلال العوائل اللي أيضا قلت لك بيها
عمليات إذلال، يعني بشيء غريب أن تفتش النساء وكبار السن بطريقة مذلة جدا لمحاولة الدخول أو الوصول إلى ابنهم أو إلى يعني زوجات إلى زوجاتهم وغيرها. كل هذه يجب أن تكون هنالك عمليات متابعة طيب. مستمرة خلال المرحلة المقبلة لتحسين واقع السجون. نعم أستاذ سعيد، بصراحة مشكلتنا سياسية، لو قلة أموال، لو إدارية، لو أكو جهات متنفذة متعمدة تبقي واقع السجون هيك. المشكلة فساد، الفساد في اختيار يعني من يكلف بالوظيفة العامة، وهنالك حقيقة كان مؤشر على وزارة العدل بأنه جهة محددة سيطرة على الوزارة، يعني منذ تأسيس بعد 2000 بعد أول حكومة ليكون واضح يعني وضحتها. وحتى في مجال الإطعام كان العقود مالتها راحت لنفس الجهة، التوظيف مالهم صار، ولكن هؤلاء ما كانوا مؤهلين، ما كانوا غير مؤهل، وهنالك نفوذ. هذه المشكله راح يصير استغلال نفوذ، صار الفساد، بدا الفساد. زين، مو كانت اولويات الحكومه في البرنامج الحكومي اول ما تشكلت قالت مكافحه الفساد، وصار اكو لغط على وزاره العدل فيما يتعلق بالسجون، وين راحت كل ذيك الضجه؟ مو هنا هذا الجانب القطاعي، احنا طالما الوظيفه العامه هم راح نرجع، الوظيفه العامه يتم يعني تكليف بالوظيفه العامه لغير الكفاءه والخبره والنزاهه، وبعدين هذا يفترض ان يعاد تأهيله إذا كان قانوني، إذا كان فني، إذا حتى يكون جاهز لأن يدير ملف إصلاح. يعني هسه أنا استبشرت خير عندما يكون هنالك تقييم للمدراء العامين المسؤولين وما شابه، حتى هذا من يستلم المؤسسة الجديدة، من يستلم المؤسسة يديرها بمهنية. أستاذ سعيد، ما تتحدث به نظريا صحيح، لكن تيجي على أرض الواقع أكو محكومين مرتين بنفس التهمة. سيدتي نفوذ، هذا النفوذ نفوذ محمي، طالما الوظيفة السياسية هناك كنت قاعد قبل 10 أيام أيضا تحدثت، طالما الوظيفة السياسية خلص بداية لأن الوظيفة السياسية محمي سياسيا، الوظيفه السياسيه اللي يتوظف يكون محمي سياسي. يعني هاي حاميها حراميها استاذ، شو احسن؟ هسه بعد احنا هوايه نقدر نستدعي يعني من الامثال الشعبيه. هسه هو هذا عموماً واضح، اذا انا اريد من شخص اصلاح وهو يكون المفسد. ولذلك من ارجو الاصلاح؟ ولذلك احنا شو نقول المصطلح مالنا؟ نقول تقييم، اي تقييم الاداء، وبعدين التقويم، اذا ما فاد التقويم نسوي اعاده تاهيل، ماكو اعاده تاهيل نذهب إلى إعادة هيكلة. ولذلك الحكومة قررت إعادة هيكلة المؤسسات كلها مال الدولة العراقية، يعني مو قطاع واحد، يعني كل وزارة بوزارة، وهذا قرار جدا جوهري ومهم وخطير على في تاريخ الدولة العراقية. ولذلك مسألة قطاع السجون بجانب إنساني وبجانب حقوقي، بجانب إنفاذ قانون، بجانب تطبيق العدالة، بجانب تربوي، بجانب إصلاحي، بالإضافة ذلك هؤلاء هم في رقبة المؤسسة ذات العلاقة اللي هي وزارة العدل في الحفاظ على حياتهم، طيب. في عدم التأثير، في عدم الاعتداء. يقولها يا أستاذ، قولها، ما أقدر، ما أقدر هي واضحة. الاعتداء الكذا في داخل السجون، هذا نتيجة الخلط، اكو هناك ضعيف وهناك قوي. قبل ما انتقل للسجيرين وباختصار، يقال انه السجون تهرب لهم نساء او اني اسفه بعض الافراد الى داخل السجن، هل هذا صحيح؟ لا، هم الافراد متوفرين يتبادلون بياناتهم يعني في داخل السجن. اي عادي جدا. اي بس اكو بسجن النساء اكو ملاحظات؟ نعم اكو ملاحظات. اكو ملاحظات. سجيرين، شنو الواقع المرير في سجن النساء؟ في سجن النساء الكثير بصراحة، يعني إذا أريد نعدها ما تكفينا حلقتين، هم ما تكفينا. أبرز هذه الأمور النقص بالأغذية بصراحة، ومنع دخول أي شيء من خارج السجن لهم. تعرفين عندهم احتياجات أكثر من الرجال، النساء بصورة عامة احتياجاتهم أكثر. نعم. ممنوع منع باتا أنه تدخل لهم أي شيء يحتاجون. إحنا قبل أن نصعد للبيت سمعت لحضرتك مناشدة أحد السجينات بأنه تناشد أنه أبسط حقوقهم توصل لهم، يعني المي اللي هو شنو الماء، يعني ابسط حق من حقوق الانسان. انت يعني العفو من انت حتى الحيوان هم تنقهرين وبالحاره تخلي له الماء. بكل تاكيد ابسط شيء السجينه تحتاج ماء يجيبوا لها، اذا جابوا لها طبعا، لانه عدد محدود الماء اللي يوصل لهم، والماء حار يوصل لهم، فابسط شيء عندهم يريدون بس الماء انه يكون بارد داخل السجن.
طبعا عن لسان موكلاتي وعن لسان السجينات، معاناتهم ما تنتهي، زياراتهم كل 15 يوم من قبل الاهل، ومو كل شيء ممكن انه يدخل لهم. زين، فيما يتعلق بالنظافه الشخصيه للسجينات، هذا اللي يعانون منه. احنا عندنا يعني مع احتراماتي للجميع، صاير شلون اقول سلطه فوق سلطه، يعني القوي ياكل الضعيف. انت حتى الحمامات العفو، يعني عندنا نزيلات، يعني العفو مرات اكو كلمات يحجز يعني تخدش المقابل، بس اسمحوا لي اني اقولها، يعني قاموا يطلبون من اهلهم العفو، الحفاظات مال كبار السن، لانه الجهات الاقوى من عندهم، السجينات الاقوى من عندهم منعوهم من دخول الحمام. فتفضل انه تخاف من الضرب او من المشاكل اللي تصير بداخل السجن، تفضل انه تلبس حفاظات الخاصه بكبار السن على انه توقع وياهم بمشاكل وتخلص من الاشكالات اللي ممكن انها تصير. هذني بلطجيات لو متنفذات. هو هي الغلط وين دا يصير؟ الاستاذ المحترم هسه وضح، قال الخلط اللي دا يصير. يعني انا هل من المعقول اجيب متهم مخدرات وقتل اخلي ويا متهم بقضيه بسيطه او بقتل عمد او عفوا قتل غير متعمد او الى اخره؟ مو هنا دا تصير سلطه اقوى من سلطه. فهي اكو اجنبيات داخل السجن؟ اكو اجنبيات. احنا عندنا بالمراكز الشرطه بالاخص المخالفات لقانون الاقامه سنه 2017 سوية خالين الأجانب اللي هم مخالفين للإقامة أو أنهم ممنوعين من الدخول وموجودين، فذولا ينحكمون وبعدها يرحلون إلى بلادهم. ذولا مع العراقيين في سجن واحد، وهذولا معروفين يعني بالأخص الأفارقة وغيرها متسلطات وقويات، يعني ما مستحيل أنه يقدرون. هم اللي القائمين على السجن يقولون إحنا ما نقدر لهم. من تبدي تتعدى على سجينة عراقية، هم القائمين على السجن والله إلي قالوا لي شخصي، قالوا لي ست ما نقدر لهم، يعني وحده من عندهم تعادل ثلاثه من اللي عندنا، حتى يقدرون بس يوقفون وما تضرب او يدخل بجنحه يطلع مجرم. والله يطلع مجرم. وانا دا اقول لك هسه احنا هي مؤسساتنا المفروض اصلاحيه، لكن اللي دا يصير انتقاميه. زين، قضايا المحكومات بالفساد الاخلاقي او اجلكم الله الدعاره، زين مو هذه راح تكون مدرسه للتعليم؟ الخلط هذا، الخلط اللي دا يصير هذا اكبر غلط. اكو هذه الحالات؟ اي طبعا طبعا، كثير كثير من هاي الحالات، هي كلهم يعني كلهم مع الاسف دا يصيرون في مكان واحد. حتى اللي قلت لك قتل غير متعمد او اي تهمه ثانيه مثلا، من دا تندمج وياها تبقى وياها لثلاث شهور والسنه والى اخره، تطبع بطبعها يعني ايش تطلع مثلا. زين، واقع سجون الاحداث، هذول صغار بالعمر مراهقين مواعين، ويجي مثلا مجرم متمرس بجانبه ويسمع كذا، شلون هذا الخلط؟ هو نرجع نفس الآفة الفساد اللي دمر بيها. يعني احنا اذا نريد فعلا اصلاح، اذا نريد فعلا انه احنا نطلع هذا السجين نطلعه، احنا مصلحين من حاله ومعدلين من حاله. احنا قانونا عندنا يقول لك حسب المهنه مالته خليه يعمل بيها، مثلا اذا هو مزارع خليه يزرع، اذا هو مثلا يعمل فد يعني الهي هذا السجين اخليه يسوي فد انجاز يطلع به. احنا ماكو، يجي قاعدين واحد ويا الاخ كليتهم، القاتل ويا ابو المخدرات ويا المتهمين على الدعاره والى اخره. سؤال مهم، وانا اعتذر عن طرحه ولكن هو يبقى سؤال مهم، إلى أي مدى يتعرض المسجونين في سجن الأحداث إلى الابتزاز الجنسي من قبل الآخرين؟ الأستاذ جاوبك وقال لك كثيراً. يعني أسألك إلك كثيراً. كثيراً. أكو اعتداءات حتى بالسجون للبالغين، مو فقط الأحداث، أكو اعتداءات كثيرة. طيب أستاذ عمر، أكثر من 3000 شكوى تلقاها مكتب مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان بشأن ادعاءات عن حالات تعذيب موثقة تم تحويلها للادعاء العام. أكو حالات اختصاب في السجون، أكو حالات اعتداء جنسي وغيرها وغيرها. تابعتوا هذا الملف وشنو تفاصيله بالضبط؟ ست، أي متابعة لهذا الملف لا توجد. موضوع حكومي يعني انتقلت من وزارة العدل إلى المستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ومن ثم الادعاء العام. لا يمكن مشاركة أي منظمة مجتمع مدني في هذا الملف. ولكن ردت أعرج على حديث المهم للأستاذ سعيد والست شيرين. الأستاذ سعيد يقول إنه قضية ملف الإطعام، وزير العدل قال أول ما أجيت للوزارة أنا وضعت نصب أعيني إنه لازم يكون هنالك معالجة لملف الإطعام وإمكانية فسخ العقد. عندما بحث وحصل على هيئة مستشارين والمدراء العامين على آرائهم، ذكر إنه لم يستطع لأن الوزارة ستتكبد مبالغ مالية في حال فسخها هذا العقد، مما أجبره على القبول به لكن مع تعديلات بسيطة. هذه يعني قضية يعني ما أعرف كيف توصف، قضية يعني والله ما يعني وزير لا يستطيع فسخ عقد ممكن أن يكون في وزارة معينة، هذا شيء غريب طبعا، لأن هنالك فساد
في إجراء العقد أساسا. عاشت إيدك أستاذ سايب، هذا الصح، هذا الكلام الصحيح. شلون أستاذ عمر شلون فهم لي هذه النقطة؟ ست عندما أجروا يعني عندما أجري هذا العقد عقد الإطعام من الجهة المعينة التي عرج عليها أستاذ سعيد، ألزمت الوزارة بدفع مبالغ مالية هائلة في حال فسخه، لأنها تعلم في حال وجود أي شخص، أي شخص غير الوزير اللي من غير كتلته ممكن إنه يفسخ هذا العقد ويأتي بعقد آخر، ولهذا هي وضعت هذه يعني هذه الملاحظة داخل هذا العقد أو هذا البند داخل هذا العقد، مما يعني أجبر الوزير مثل ما قلت لجنابك إنه يقبل به مع إجراء قليل من التعديلات عليه، ممكن نوعية الإطعام، ممكن نوعية المواد اللي تدخل به وغيرها. هذه مشكلة كبيرة يجب أن تعالج خلال المرحلة المقبلة من قبل وزارة العدل، أن يقف عليها رئيس الوزراء بصورة يعني تامة على هذا الموضوع، لأن الوزير قال أنه جبت العقد ووديت الرئيس وزراء، يجب أن يكون هنالك يعني وضع حد لعقد الإطعام، لأن فيه فساد كبير جداً. أما أستاذ عمر نعم. هذه مو مشكلة، هذه مصيبة. طبعاً من مصيبة أكو كبيرة. عقد طبعاً. يحمي الفاسدين حتى صح. الكتلة الفلانية لا تغير هذا العقد صحيح. لازم تدفع هواي فلوس، هاي بحد ذاتها مصيبة. لكن صح. سؤال لحضرتك، حكومتنا نعم. ليه ساكتة؟ تسكت عن ست فرح عن هذا الملف وملفات أخرى، هذا ليس هو الملف الوحيد، ملف السجون، ملفات أخرى كثيرة تسكت عنها الحكومة. هنالك مشكلة كبيرة كما قلنا لك في ملف السجون. الأساتذة اللي قبل تحدثوا عن كوارث موجودة، مخدرات وشذوذ وغيرها وغرف فارهة، هذه كلها تدفع مقابل مبالغ مالية، هي ليست مجانا، وإلا ما ممكن أنه يخدم سجين متهم بالإرهاب، بقضايا ابتزاز، قضايا فساد غيرها، ممكن أنه يخدم هذه الخدمة بمقابل وجوده في غرف فارهة، في تلفزيون وستلايت وتليفونات تجي وأفضل الإطعام يجي. هذه مشكلة أكيد كبيرة. طيب. نعم. طيب أستاذ سعيد، إذن هسه صار القانون يطبق على ناس وناس، حتى فيما يتعلق بملف الإطعام، ناس تدخل لهم وجبات جيدة وناس حصر عليهم بطل المي البارد، إيه هذا شنو هذا الاختلاف؟ شلون يفهم المواطن اليوم؟ ستي الكريمة، هؤلاء اللي يدخل لهم إطعام خاص دولة من أموالهم، يعني هم يشترون الإطعام ويشترون الخدمات، إذا نيت يشتروا إذا يعني كواي فاي وبعض الخدمات يعني الأوفر هم يدفعون مقابلها لإدارة السجن. أما ملف الإطعام وملف آخر أيضا خطير جدا، يعني ملف الإطعام هذه اللي الشركة أو متعهد الإطعام، يعني هذا يروح للسجناء العاديين. يفترض عندما نحتجز سجين نحسب كمية الإطعام بالسعرات الحرارية، أنا راح أحكي حقوق إنسان هسه لأن أنا بالأصل ناشط مدني، السعرات الحرارية، كمية السكريات، كمية الكربوهيدرات، هذه كلها مجمل قائمة غذائية بحيث ما يكون سوبرمان وبطل ورافع أثقال، أن يستمر بالحياة ماشي. هذا جانب. الجانب الآخر، هذه شركة الإطعام، وانفتح موضوع قبل سنتين وأشار له، وكان حديث طويل يعني بالشركة المعنية، وهو فساد في إجراء العقد، لأنه خالين بنود جزائية، وهذه بنود الجزائية مع الأسف في أغلب عقود الدولة يعني التجهيز وما شابه، هذه البنود تكسر الظهر طبعا لأنه يدفعون غرامات يعني زي. فهذه الدولة تدفع غرامات، وما أعرف وزارة العدل اللي هي تمثلنا بالعالم بأنها المدعي العام للدفاع والمطالبة عن حقوق العراق في العالم، بحيث تراجع هذه العقود الدولية مع العراق وشلون تحفظ حق العراق. فإذا في داخل الوزارة أكو هيك عقد، فكيف يعني العقود مع جهات أخرى؟ الجانب الآخر حقيقة سيدتي هو ملف الخدمات الصحية. الخدمات الصحية طالما هي البيئة غير صالحة للعيش يعني نتيجة الاكتظاظ، الملف الصحي راح يتدهور. فعد ما يتدهور أيضا بتجهيز صحة، وأيضا إش قد عدد المستوصفات، إش قد
عدد الزيارات للطبيب الزائر. هسه ما دحكي مكافأة، دحكي حقوق انسان، مفروض اكو عدد من الزيارات 300%. يعني هذا الطبيب شيء لحق وياه. ولذلك طبعا من اللي يعجبني شنو بهذا الموضوع، بانه الوزاره هي اعلنت، مو اني وين قالتها صراحه. اي وين الحلول الان؟ ولذلك انا بالبدايه حتى الوزاره لا تزعل يعني، وان زعلت على الحق فهي ما معناه على باطل، وان قبلت احنا بدنا نحكي ناس عاديين اصحاب مصلحه، احنا اصحاب مصلحه من حقنا قانونا شرعا اخلاقا وطنيا ان نسال، وعلى الوزاره ان تجيب. هي حق الاجابه. الاجابه يقولون احنا خالين الخطه الفلانيه، احنا خالين الخطه الفلانيه، المدى الزمني مالت لفك الاكتظاظ، المدى الزمني لتحسين الاطعام، تحسين خدمات، احكي جانب ايجابي. البصره امتحانات البكالوريا للسادس الثانوي خصصوا لهم مكان بالسجن، ممتاز، بمعنى عندنا طلبه ودا يستمرون بالدراسه، هذا الشيء يفرح. هذا ما يفرح، هذا يخليك شويه تشعر بسعاده بسيطه. ايش تسوي هذا على هذه المصايب؟ هذا لا شيء. لا هو هذا حق، يعني هذا فد فضل او فد انجاز. تمام، هذا حق، ولكن حتى لا يضيع مستقبله يعني. ستي الكريمه، هذا الحق طالما يمنح اذا اكو من يتابع. هذا الجانب، ولذلك العمليه تكون تراكميه. اما كملف بشكل عام لا، ملف خطير، وهناك تبعير. طيب. وهنالك فساد وافساد وتخريج ناس يفترض ان يكونون يعني مؤهلين، يتم اعاده تاهيلهم ولدمجهم للمجتمع. وضحت الفكره. طيب. يظهر الناس بالعكس يصدرون لمجرمين. مجرمين. ست شيرين، اكو مدانين بقضايا فساد نشوفهم بشكل كلش طبيعي بالتلفزيون وبالاعلام وبالميديا، ولا يهمهم هذا الموضوع، واكو ناس بسيطه هسه هم متهمين حتى الان ماكو محاكمه وبالسجن بدون سبب. صح. اي هاي شنو الموضوع؟ هسه انت قانونيا اريد ليش اكو ناس يطبق عليها القانون واكو ناس بعيد عليها القانون؟ نرجع ونقول افه الفساد اللي منتشره بالبلاد حاليا، يعني هي القانون صار يطبق مع الاسف على ناس وناس. يعني تعقيبا على استاذ حسين، العفو، من كان دي يتكلم عن الطبابه وعن الامراض والاكتظاظ السجون، لذلك انه الاطباء ما هو الانسان الطبيعي، انت ستدخل مستشفى حكومي تروح تتعالج، الطب برجلك تطلع جثامه، ده ما عتب على السجون اللي بيها 300% النسب والريد يتعالجوا، شلون يلحقون عليه؟ شنو اغرب الحالات اللي يسمعها من موكليك؟ هي الحالات كثيره يعني، بس اغربها الاعتداءات اللي دا تصير بداخل السجون والابتزاز، يعني هاي اغرب الحالات يعني بصراحه دا تنتشر بهالفتره. ما اعرف شنو اعتداءات ستشيري؟ ستي ما تقولين اعتداءات، ترى 100 فكره تجيب فكره. نعم، اعتداءات جنسيه، مثلا يجي النزيل او السجين، هذا الشخص يكون مرتب وشكله لطيف، يعتدون عليه، وفي حال رفض يتعرض للضرب والاهانه. طبعا هاي الامور داخل السجناء بيناتهم، مو بجهه تنفيذيه ولا المسؤولين عن السجون، يعني نحن مع احتراماتنا لهم، بس النزلاء فيما بيناتهم انه يعتدون على هذا الشخص، فهي فساد يعني. طبعا بكل تاكيد، لانه اذا ماكو مراقبه على الموضوع راح يصير موضوع سهل وينتشر. هاي اكبر افه فساد، وانا دا اقول لك هسه يعني دا نسمع بها بكثره بصراحه. سابقا كانت اقل بهوايه، بس حاليا يعني باليوم ايش قد اقول لك يعني حالات نسمع عنها، والله كثيره. ايش قد باليوم تسمعين؟ والله حالتين الى ثلاثه اسمع متعرضين لحاله الاعتداء. وين حقوق الانسان؟ وين الدولة؟ لو اكو متابعه ما تحصل هاي الامور، يعني نحتاج انه متابعه، نشدد على موضوع النزلاء والسجون، يعني المفروض هي اكو كاميرات مراقبه بداخل السجون، كيف بدها تحصل هاي الامور؟ لا وانت تقولين اكو تفتيش للمحامين اللي داخل السجن. انا اللي دا اقول لك المحامي هو السجين ده يعتبر، احنا التفتيش مال المحامي يعني من ندخل احنا او سواء اهل السجناء، يعني على هذا التفتيش المفروض لا اكو مخدرات ولا اكو اعتداءات ولا اكو، لانه التفتيش اللي نتعرض له والله تفتيش صارم، شلون بدها تدخل هاي الامور؟ زين ايش تحدثيني عن الوجبات؟ شو يتحدثون موكليك عن الوجبات؟ عن الوجبات طبعا تعرفين الغذاء للنزلاء هاي طبعا مشكله، هي ترسي المناقصه على سين من الشركات حتى هي تلتزم هاي الوجبات الغذائيه.
نعم ما شاء الله. نعم ايش قد من حق كل نزيل؟ ثلاث وجبات، الافطار والغداء والعشاء طبعا. ايش قد يكلف كل شخص؟ يكلف الدوله الارقام صراحه متضاربه، وانا ما احب اذكر الرقم حتى لا اكون غير دقيقه بالاحصائيه مالتي. يكلف هكذا مبلغ، يعني نفرض 11000 15000 لانه تتراوح بهاي الاسعار، اللي يوصل للموكل او للسجين عفوا شوربه العدس ما يجي غيرها على الغداء مستحيل. بس حتى اضيف لحضرتك معلومه، المتحدث باسم وزاره العدن كان في برنامج الحصاد قبل كم يوم قال وجبه الفرد في السجن من 9000 الى 12000 تقريبا خلال اليوم الواحد، حتى انطى الرقم المضبوط من 9000 الى 12000. يعني هل من يعني من المعقول 12000 او 9000 ما يجي غير صمون بايت مال قبل كم يوم، والشوربة العدس هاي اللي ما نعرف هل هو مريض حتى انت تجيب له شوربة عدس وجبة غداء؟ واما الخضار والفواكه هاي منتهي من عندها لانه ده تنسحب من الوجبات وتباع، وانا مسؤولة طبعا عن كلامي هذا لانه عن لسان الموكلين قالوا لي ست الخيار والطماطة وهذني الخضار احنا نشتريها، احنا نشتريها تنسحب من وجبة الغذاء مالتنا ونشتريها. يمكن حكيت لك اياها 30000 كيلو الواحد، كيلو طماطم يحاسبون عليها كل 15 يوم عند زيارات الاهل، طبعا يتسجلون وصول عليهم حتى يعطوها عند زياره الاهل يدفعوا، عند زياره الاهل تندفع. وهاي هي اصلا مخصصه السجناء اللي بداخلهم، هي مخصصه لهم من قبل الشركه اللي متعهده بتوفير الطعام لهم، تنسحب ويقدم لهم فقط الاكل اللي هو حتى ما يقدرون ياكلوا. واذا دزون ببره طبعا تعرفين ممنوع اي شيء يدخل للسجن لانه اجراءات امنيه، فمجبورين انه ياكلون هذا الطعام. استاذ عمر يعني هسه والله واحد ما يعرف ايش يحكي، يعني هسه لا رحمه ولا حقوق انسان ولا كانما هذول بشر، والقانون يطبق على ناس وناس، ونتمنى من وزاره العدل والجهات المعنيه ان ترد على ما كل ما ورد في هذه الحلقه، طبعا هذا من حقها. لكن اريد اسالك كمتخصص بمجال حقوق الانسان، اليوم المصيبه كبيره، شلون نقدر نعالجها؟ والله ست هذا الملف يعني من الصعب معالجته. انا بس ايضا بس اعقب على كلام الست المحاميه شيرين، صحيح هي 12000 وجنابك ايضا تفضلتي ال 12000، ولهذا يعني المواطنين يتهكمون على السجناء، يقال انهم يطعمون الارهابيين كباب وماكدونالدز وغيره ولفات، صحيح، لكن هو ما يجي عدا شوربه وطماطه وخيار يشتروه وصمون بايت، هذا الموجود 12000 صحيح، كل اللي تتحدث به الوزاره صحيح محسوب على الوزاره 12000، لكن شنو اللي يتقدم بها؟ احد انه فتش على هذا شنو اللي يدخل الصبح الظهر بالليل، شنو اللي موجود؟ تقارير شلون تطلع من الوزاره؟ الوزاره شلون تدفع؟ اذا ما تشوف نوعيه الطعام، شنو اللي يدخل، شنو اللي ياكل السجين، المحكوم شنو ياكل، ما معقول يعني انه هي تدفع زين يعني هيك بخصوص وصولات ما اعرف منين تجي، يعني هي بس وصولات وقع عليها غير تشوف نوعيه الطعام، غير اكو مفتشين. نعم مو هسه يقول لك من يجي الوزير كل شيء يصير ما شاء الله بالسجن تمام، مي بارد وسبالت وخدمه في اي بي لكل السجناء، وبس يروح الوزير او الجهات المراقبه وكل شيء يرجع لنفس الوضع اذا مو أسوأ. لكن حتى استثمر ويا حضرتك الوقت وبسؤال خاطف، شنو رايك بقانون العفو العام؟ راح يحل ازمه لو راح يفاقم ازمه؟ وبصراحه هذا القانون الغريب العجيب، يعني قانون العفو عام جميع هالطالب به، والله اكو ناس ابرياء ست فرح، اكو ناس ابرياء ممكن انه تشمل بقانون العفو العام، لكن هنالك خشيه عند اقراره ممكن انه يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من الارهابيين وغيرهم. يجب ان يدقق تدقيق تام هذا القانون، هذا القانون يجب ان يخرج من اللجنه القانونيه منقح بشكل جيد ويصوت عليه مجلس نواب لكي لا تكون هنالك اثام اخرى في رقابهم، انه يمكن ان يطلق سراح اي احد ممكن انه تلطخت ايديه بدماء العراقيين الابرياء من الارهابيين على مدى العشرين سنة اللي مضت والحالية. نعم. السنوات الحالية. نعم. نعم. أستاذ سعيد شنو رأيك بقانون العفو العام؟ والله احنا أنا بالنسبة لي ضامن بأن الفاسدين ما مشمولين، ولكن خوفي بأن يصير تكييف قانوني لهم، يعني جرائم الرشوة جرائم الفساد بكل ما يتضمن قانون العقوبات والأحكام الصادرة، وكذلك أتوجس يعني حقيقة بإطلاق سراح من عليهم شبهات الإرهاب تحت عناوين مختلفة، وهذا أعتقد تهديد للمجتمع. أتمنى على اللجنة النيابية المختصة أن
تحلل البيئة بشكل دقيق، وأتمنى أن لا يكون تشريع هذا القانون تشريع وفق مزاج سياسي. يكون أكو قانون، أكو قانون مصار تحت المزاج السياسي. نعم، كل قوانين العراقية بعد أنطيش مؤشر مالاتنا، كل قوانين العراق بها مزاج سياسي. مو بس هاي علينا مؤشر الفساد في التشريعات بعد. يا ربي هاي مشكلة أستاذ سعيد. احنا نريد جانب مهني، نريد نفرح، يعني نريد دولة. بكل تأكيد رشيدة. ست شيرين، شنو رأيك بقانون العفو العام؟ طبعا انا يعني مثل ما تفضل الاساتذه انا مع اقرار العفو العام، لكن تحت ضوابط اكيد حسب التكييف القانوني، انه من كيف اللي تلطخت طبعا اياديهم بدماء العراقيين. مستثنات هو الكثير، المقترح المقدم الى اللجنه البرلمانيه ترى هو باستثناءات المحكومين بالفساد الاداري، متجار المخدرات والاغتصاب ودعاوى الزنا بالمحارم والى اخره، هذول غير مشمولين. الغايه من العفو العام يعني اكو هوايه مظلومين اللي عندهم تنازل مثلا عن الحق الشخصي، القتل، الخطا والى اخره، انه نخفف. الغايه منه هو تخفيف اكتظاظ السجون حتى نخلص من الافه اللي يعانون منها السجناء. طيب. سشيرين، قبل ما نبدأ الحلقة وندخل للحلقة كانت عندك مناشدة بخصوص احتياجات السجناء. نعم. ليش نص دقيقة تتحدث؟ نعم، أنا وضحت لحضرتك هو الاحتياج للطعام والشراب. فوالله يعني أنا مناشدتي للي يطبخون للإمام الحسين عليه السلام، أنه مثل ما ينطون للأرامل وللأيتام خلي يوجهون وجبات إلى السجناء، لأنه ديعانون معاناة، لا يتوفر لهم الأغذية ولا يتوفر لهم الماء البارد، وعندهم نقصات كثيرة، فتوفير الغذاء لهم بأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، حالة حال الأيتام والأرامل. حياك الله. شكرا جزيلا المحامية شيرين زنقنا، حياك الله على كل ما تفضلتي بي. الخبير في مجال مكافحة الفساد الأستاذ سعيد ياسين، حياك الله. شكرا جزيلا. عضو المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان الأستاذ عمر عبد اللطيف، حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت بي من هذه الإيضاحات. ختام حلقتنا لهذا اليوم سيكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول واقع السجون العراقية، لنتابع. ننتقل بكم إلى الموجز الخبري. المندلاوية ترأس اجتماعا موسعا لرؤساء الكتل واللجان النيابية، ويؤكد أن الفصل الحالي سيشهد تشريع قوانين مهمة. السودانية افتتح أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، ويؤكد الشروع بإجراءات لتفتيت عصاباتها. وزير الداخلية يؤكد أن خطر المخدرات يتزايد بقوة ويحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق هذه الآفة. المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر شمول المواد الإنشائية المستوردة بفحص السيطرة النوعية. جهاز الأمن الوطني يعلن إلقاء القبض على 21 إرهابيا بينهم قادة بارزون.
الحصاد انتهى. شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.